بارطاجيو اخوان، بارطاجيو اللي كتبوا لنا هذا المشهد هذا المؤلم اللي بصراحة كيضر في الخاطر. شفت البنت الصغيرة مسكين مشات مشات طلعت معاها يا مشاهدي قناة شفتي غير. اهلا ومرحبا بكم الان في الحلقة المباشر من مدينة الدار البيضاء، وهنا طبق منطقة البرنسي. يعني كيف ما كتبوا معنا واحد المشهد مؤلم، يعني بعد ما كل شيء فطر في دارو، يعني سالا مسن في الشارع عاد خرجوا ليه الناس الفطور، يعني مجلس في الارض كيفطر مسكين في هذا البرد هذا. كما تبعوا معنا مشاهدينا هذا المشهد هذا المؤلم، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني كل شيء فطر في دارو مع العائلة ديالو مع وليداتو، شوف هذا الراجل المسن مسكين، يعني اللي كبير فلاش جالس هنا في الشارع في البرد، يعني مسكين شي فطر بعد ما كلشي انتهى الفطور ديالو، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني كيف ما كتشوفوا معنا المشاهدين، يعني مش تشوفوا مش يعني مشهد بحال هذا اللي تنضر، يعني اللي كيضر في الخطر